عسلامة ومرحبا بكم في الكوجينة، البرنامج اللي دللكم إن شاء الله كل مرة بدي غسات سهلين ودي غسات بنين. اليوم معايا مفيدة اللي باش تقترح علينا حويجات بنين في السالي، وأنا باش نعمل مع فانواز. عنا الباكو هذية فيه كل شيء، فيه البات متاع التاخت، فيه الكريم، ما بقى لي كان باش نزيد لي فخيز متاع المرشي، توا وقتهم همش غالين برشا، ونعملوا اون تارت فريز بنينه ياسر. اما نبداو ساعه قبل، نرحبوا بمفيده. مرحبا بيك. مرحبا بيك يا مليك، شحوالك؟ الحمد لله. قول لي مفيد، اليوم باش نعملوا نواصر؟ اي اي. وباش نعملوا كان حب ربي صمصه باللحم مفروم، هي نعيطوا لها احنا بريك الجزائر في عائلتنا، ما توا سميناها صمصه. باه اوكي، شنو نستحقوا للصمصه؟ للصمصه عندك الملسوقه، اللحم مفروم، اي جبن، لفحات فلاك حلو، ملح، والكبابه جاهزه، وعظم طيب. وعظم طيب باه. للنواصر انا نواصر نعملها بشويه خضره، راه فبالنا العبيد ما يعملوهاش بالخضره، اما انا نعمل بالخضره. عندنا الحمص، عندنا السفنيه، البطاطا، كعي بقرع، كعبه بصل، واللفحات. وبالطبيعه النواصر ورده، طماطم سيكام، نواصر برده، طماطم سيكام، هريسه سيكام، زيت نجمه، دجاج تاع كريستو، عظم كريستو، تبارك الله علينا، كل شيء بالمريقل احنا. نتوكلوا على ربي، بسم الله. بس انا ان شاء الله. نعاونكيش. شيبتي انا ولي فو نتاعك. انا هم اللي نحب. انا باش نقول لك كيفاش باش نعمل. ان شاء الله. فوالا، ونشعل هذايا. باه. فوالا. هذا قوي راه. اي تو نقول لك. باه. فوالا، هكاكا. اي. باه. انا باش ساعة باش نطيب كعيبتين عظم كريستو. باه. نخليهم يطيبوا، نربح الوقت. دونك لازم، اي قلت لي عظم طايبة. طايبة. باه. هذايا راه سيي بدا يسخن. اي اي بسيش. كلهم بداو يسخنوا. كلهم خليهم يسخنوا باهيلهم، سخانه باهيه. باش نحط شويه زيت، خليك العظام. باش نحط شويه زيت هوني. اي. بسم الله. هذايا طنجرة النواصر. النواصر. هذايا تاع اللحم المفروم. اي. فوالا. النواصر باش نعمل ديريكت. باش نقص البصل نتاعي. اي. بربي كعيبتين عظام، خلينا نحطهم يطيبوا. توت سويت شيف. انا شنو نعمل في النواصر؟ نقص بصيله. نقول لكم ديما ما قال لي كان البصل والثوم، انا فهمت باقي كل من فوالا شويه ثوم. سيء سيء. الكعبتين العظام تاعي ما مغسولين، راهو حطيتهم غاديك شللت الكعبتين هذوكم. تو شنو ناخذ الحم تاعي؟ هات عليك الحم تنتلاها بها. باهي، حط الحم باش نقص له شويه بصل. دوبليش اللحم المفروم مرة أخرى نأكد عليه، لازمه يكون ملحي قدامي قدامي الحال. وحاجة أخرى في تطيبه، أنا ديما نطيبه على نار قوية كمان، هكا سيبش الماء نتاعو ويولي ما فيه حتى مطعم. شوف كايدة تصل لهنا، خلوها عندك في النواصر. ديما نحط جرين فلفل سايح أحمر وندقدو هكايا، دقدق دقدق دقدق. لا عندك لهنا تزيدني البصل والفحات تاعك. دوبليش دوبليش، ما تكثروش من البصل في اللحم هذا. تعمل شويه ثوم. اي. لا مش برشا. فلفل جايه. شويه ملح حشيك، فلفل اكحل. يا اللحم مفروم ياكل فلفل اكحل. ديما المفروم راهو ياكل فلفل اكحل. الملح. الملح. شوية تابل. شوية تابل. أو عندنا الكبامة اللي قلت لكم فيها. مش عاود احكي لنا عليها. الكبامة سي أونتخ الكروت جيغوف. ما بين عود القرنفل. أي. والقرفة. أي اسمع هاف. وعندها قوة باش هكاكا تجينا بنينة. أي. باللحم المفروم معناها تمشي مع اللحم. أي برشا تمشي ياسر مع اللحم. أو حبيت أنا نوريها للعبيد، هي هكايا كعابر كعابر كعابر، ريتوها ياسر تفوح، ياسر فيها ياسر بني. وتوا باش نحط
شويه. ما حطيتليش راه شنو هو مازلت نحط شويه كركم فوالا. وتوا باش نحطو وما تكثروش منها برشا زاده ورحيوها جيده فوالا هكا هاو. هذه تقليه مريقله فيسك طابره و اي ها باش نعمل هكايا انا. وهذيك زاد هاوي تشتش من هوني. خليه تشتش. تشتش مليح راه وخرجت ريحته. انا خليه تشتش مليح. باهي توا احنا باش نعملوا؟ لهنا. اي. هكا لهنا. ريت ريحه الفلفل الشايح تعطي نكهه. النواصل راهي ما يلزمهاش في زهره. في حمراء دوك. مغيفه نزيدوا شويه دوبليش. هاكا هيك فوالا باش نحط حطيت طماطم سيكار وتو باش نحط قدام المغرفه طماطم سيكار طماطم مغيفتين باهيين مغيفتين تاع ماكله باهيه نتاعك اي حتى تو بهذيا يردوا بالكم مش هكا وشويه هريسه فوالا هاكا الهريسه انا نفوح ديريكت ومن بعدك نرمي الدجاج تاك ليستو شويه فلفل الاكحل تاكل الفيح فوالا دونك هذايا سي سي بون ظاهرلي نطفي عليه نطفي عليه. عليه ونخرج لك الدجاج يعطيك الصحه يا مليك فوالا فوالا انا نكمل نفوح الطماطم هذيك نحط لها شويه ملح فوالا شويه تابل خلينا يجينا هابل كيما العاده فوالا شويه فلفل زينه فوالا باش نرمي كعبه السفناريه باش نقصها على زوز فوالا خاطر الدجاج ما فيش روح فهمت دونك ليه ليه اي فوالا هذيا هكايا نقدوها استنى دانا باش نشلل اي بر ريقل امورك عجبني انا اللحم المفروم الفيح نتاعو بنين ياسر ريحته فوالا هاكا توا باش نصب الماء نتاعي والدجاج دقيقة دوبليش 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 خاطر هكا ريت ريت باش نقص الدجاج إذا سامبخيني دو باش يشرب هذوك بالكل واو هاهو ريحة بنينة اي دقيقة باش نكمل هاو كله طيب على بعض وما تقلقوش رويحكم بربي حمص المنفخ حمص منفخ عطيني نمسح رويا توا باش ناخذوا دجاج كويستو ما نسحقش باش نشلوا بالخل وبالواحد فهمتني دونك انا في لهنا اما نحي القشره ولا خلي القشره انت كيفاش طيبوا انا نخليها انت تخليها انت تنحيها انا نحيها ايش نعمل توا اعمل ملا كعبه هكا وكعبه هكا صحيتك نقص هذايا نقصها لاثني رمضان ما تعرف باهي ملا خلينا زويزيك فيه وقت اي ما تعرف رمضان واش لازم برشا تجيش هذايا باش ناخذ بخاطرك باش نعملها لك بالقشره هي راهي القشره تسيب البن زاده فوالا فوالا توا خليني هكايا حرك 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 ريت توا بشي زوزة ريت كل شيء اي ما عليناش هيت عليك انا حبيت نحط كعيبة رند دونك جوست نزيدوها وريقة رند احكي لي توا على ال نحط شوية ثوم زيد اي شوية ثوم اي عنواصر نتاع ورده سافور دو لاني 2020 اي دونك هذيا كيف باش نعملوا لها تا النواصر نتاعي باش ناخذ شقيله النواصر تحب لها الفيح اي جوستومون هذيا هي لاستوس نتاع مفيده انا اللي تعجبني سي كو تعمل النواصر نتاعك والكسكسي وكل شيء تفوحوا مليح قبل النواصر تاكل الفيح ويلزمها بنينه ونعمل شويه يزي يزي حاب تزيد نزيدك شوي زيد شوي بر النواصر راهي تاكل الزيت شويه زيت هكا
نحطوا شويه كركم ديما كيما نعملوا. هذيك فلفل احمر مش كركم يا مدام. سامحني يا بنتي، يا بنتي سيام عامل فيا. فلفل احمر، شويه تيبل، شويه كركم، حط لي شويه ملح. قلت الكبر وحله، رجوع الرب يعطوا. اوه كان انت كبيره. هيش لا هكا هاو نحركوها بالكدا هكا نطاعوا لي هذوك الدجاج. صبيت عليه الماء شويه دوبليش، شويه دوبليش يشرب لي الفحات وكثوم وكل. عندك الحق، هو ديجا طماطم سيكام ولهجه السيكام وزيت نجمه الدنيا هذوكم الكل. هذوكم الدنيا الكل هي الدنيا. توا اش باش نعمل؟ توا بالمجاد لازمنا نصبوا ال فوالا نسقيو. فوالا يعطيك الصحة. فوالا توا تقعد تطيب الخضرة في عقلها والدجاج والنواصر وكل شيء. والنواصر كيما نقول لكم ديما احصروا للنواصر باش الفابور تطلع فيسا فيسا ما تقعدش. البطاطا ما نرميهاش توا مالك باش ما تهبطش الزبدة، ولا ترميها وتعس عليها تخرج يا وحكي. مفيدة هاك الرند اللي تلوج عليه. لا هاو كلوطة لقيت حطيته لك اللوطة مخبي. أنا مع شراه وليت. لا اللطف عليك اللطف عليك. ولا خلينا نحطه في المشل ونحطه في الطنجرة ديريكت. فوالا اونتخ تون لو تون اللي النواصر نتاعنا قاعدة تيب، فانواز في الشكارة هذيا فما تحضير للبات وفما تحضير للكريمة. دونك باش ناخذ من الاول البات، البات ساهله ياسر، عندنا الشكاره باش نزيدوا عليها اصفر نتاع ضم نتاع كويستو وباش نزيدوا عليها الماء، في وسطها ديجا السكر والفرينه وشويه خميره وشويه ملح، دونك فيها كل شيء التحضير هذايا. شوفوا كيفاش ساهل ما في شيء. هلا حلو الباكو نتاعنا. مازال فما شكاره واحده اخرى من بعد هذيك باش نستعملوها، باش نخلطوها بالحليب ديليس اللي هي باش تعمل لنا الكريم نتاع تارتو فريز نتاعنا. انا كيف ما العاده نعمل امتي بوي في الوسط، حفره في الوسط، حط فيها الاصفر، حط فيها شويه ماء، الماء بشويه بشويه، هما قالك مغرفه ماء، مغرفه مغرفه ونص باش هكاكا. ومن بعد نبدا نخدم في البات نتاعي، نشمر على يدياتي. هلا نبدا ندخل بشويه بشويه، وعندي زاده كيف كيف 100 غرام جولدينه باش تعاوني باش نلم البات نتاعي. دونك ساهله ياسر، 100 غرام جولدينه، اصفر نتاع ضم كويستو، وشويه ماء، وهكا نلموا البات نتاعنا الكل. الجولدينه تنجح مليح في الغوسات هذيا، علاش؟ على خاطرها ديجا طريه وحاشتنا بالماتيغ غراس تكون طريه مليح باش نجموا نخدموا البات على قاعده صحيحه. أوب. بنينه ياسر البات هذيا، نحبهم انا لي بات اللي يبداو بالجولدينه. ايوا مليك العباد اللي ما ينجحوش لي تاخت افيك فانواز يعملوا لف لف يعملوا تاخت. اكزاكتومون البات سهله. ليش ما فيها هكايا عاد؟ هلا من الاول باش تصعب عليكم، وبعد بشويه بشويه باش تتلم. مفيده تحضر روحك من بعد باش تعطينا البريك تزيري. علاش تزيري؟ وخيتي وقت اللي عرست هاف نحكي لك قصة حياتي كاملة، كانت تحبش نحكيها لك. وقت اللي عرست بشدة رحمتي، نسمعهم يقولوا بريك تزير بريك تزير، لحساب أنا حاجة ماني جايبينها. هو ترنتو هي الملسوقة نتاعنا. أي. وسيرتو هو شنو اللفاح نتاع الحم، فهمت؟ يمكن حميتي الله يرحمها تعلمته مغادي من عشرة. هذيك هي الحكاية. كيف احنا الناس ما يعرفوش بريك تزير؟ قلنا نعيطوا لها صاب الحم مفروق. تحبش ترشد حاجه اخرى؟ عايش بنتي على حياتي البريفي. تعطيني اسم كيف ما انا هكاك، نحب نفهم انا كل شيء، نحب نفهم منين جاي. يا بناتي شوف شنعمل لكم، نسمي كيما تعلمت. كيما اليوم باش نعمل تاخت بالفخاز. الله الله الله، الفخاز موجودين في المرشي، ماذا بينا ديما الغله نتاعنا ناكلوها في وقتها باش تبدا بنينه وماهيش غاليه. اي. والفخاز نغسلوه نشلوها، ما نخليوش برشا في الماء، ما نخليوش يترنخ في الماء. انا داش نعمل مالك نشلو بالكدا. اي. وبعديك شي ناخذ الكسكاس نحط له ورقه بابي ابسوربون ونحطه من الفوق
يشرب كله ونحطه دال في واحدة مكاسات وندخل في الفريجيدير والله يقعد يعيش لي يعيش لك يعيش لي اون فوا توصلوا للبات نتاعكم تلمت الكل كيف من هكا باش نعطيكم نصيحة من عندي هذايا خذوها باش تطلقوا البات بسهولة ومن غير ما تصعب عليكم بالكل تاخذوا بابي كويسون هوب خلي يديا بالبات مش مشكل خاطر مازلت باش نستعملها ونحط البات نتاعي هوني نغسل يديا توا نشللهم برشا عباد تصعب عليهم لي بات باش يعملوهم في الدار وكل حاجه هما راه ما فيهم شيء فما استوس ولا زوز كيما الاستوس هذايا شوف مفيد ريت حطيت البات نتاعي هكا مش باش نمسها انا بالكل باش نجي هنا وحدها باش تطلق وناخذ قلقال وحدها تطلق فوالا كم سا مني ما نمسهاش خاطر قد ما نمسوا البات قد ما يدينا سخان قد ما باش نزيد نذوبوا اكل جولدينا ودونك باش تولي من بعد صعيبه باش نحطها توا الطريقه هذه شو اي والله سهله جست تطلقوا مليح وتخدم البات نتاعك لا تمسخ يديك لا تمسخ البلان دو ترافاي فوالا الكوجينه نتاعك لا حد شيء وتبدا متاكده اللي هي باش تتحلك مليح او تلب لك كل هذوما الفازات تعلموهم في لي ريستوران اي يخدموا بنظافه اختي الترتيب العربي نتاعنا يوسخ الحق تو البرة سهله مكلتهم اما احنا تبارك الله المدفونه وال الشيء هذا يوسخ ليه داكوردو اما كي نلقاو دي زاستيس كيما اي دو بروبروتي داكور هو منه نظافه ومنه راه والله تسهل عليكم البات انا ملي وليت تعلمت الفازه هذه لا ما عادش خاف منها ما عادش خاف منها قاعده تبارك الله عليك ولا انت بروفيسيونيل على نجم نطلقها في النيفو اللي نحب عليه هاي الفور نتاعي سخون في 180 درجه وسامحني الطيب قبل شويه ولا لا باش الطيب كومبليتمون اه داكور باش الطيب فارغه ومن بعد باش نحط لها الكريمه نتاعها لي بات لي تارت فروي كلها هكاك يتخدموا اه داكور فهمت معناها نطيبوا البات نطيبوا الكريم باتيسير والا كيما هوني باش تحضير حاضر ديجا جوست باش نطلعوه ومن بعد نحطوه في وسط الفون دو تارت اللي طايب ونزينوا بالغله اه داكور لا انا حجم تو البات هذيا فهمني نجم نعمل بها كيش ولا لا هذيا حلوة هذيا سي بور اون بات سكري داكور فهمت اما انت هاك خذيت توا سرقت الفكره نتاع البابي كويسون لا والله بعد ما تطلبنيش تقول لي ماني ما نجمش نعمل بات راني وحدي في الدار شو ما بان هاك البات كيف مطلوق والله والله يعطيك وبعد شوف تري سامبل هذي هاي الجولدينه اللي بقات اي اب باش ندهنوه باش ما تشدش تو الناس يقول لك مفيده ما تنجمش تعمل حلو ليه لا نعرف نعمل حلو تبع معايا انا نزيد نتعلم زيد العلم به هكا ولا اي يعطيك الصحه واذا اللي بتاخذ الكيغت تقلبها هكا يعطيك الصحه دونك توا باش ناخذ الكيغت نتاعي نجم حتى ناخذه بهذا والا تو سامبلومون ليه 1 2 هوب لا فوالا سيلج حتى كان تحت شويه مي سيلج سيلج خاطر سي لي بور نحي لي بور هوب ايش باش تلصق هي انا الترتيب تاع السسبانس نتاعكم ما نجموش خلينا نمشي نشوف طنجرتي اسهل باش نمرق شويه كل النواصر الصوص تاع النواصر هلا قعدوا معايا مليح شوفوا اللي ما حيلتش معاكم بالكل من بعد كان فما شويه قب عادي ياسر كيف ما انا كيما انتم في الدار باش نرمي كعبة البطاطا ارمي ارمي كعبة البطاطا هوني تاخذوا سكينه كيما هكا اب تبعوا معاها مليح زيد نتاع البات النحيوه على الطريقة هذه كان هوني عندي شوية نقص
علاش نزيدو شويه برك هو نفس سي بون. شقاولك مفيد لبستي ما شاء الطريقه هذه باش واحد يخدم البات؟ شو هم لي زافونتاج كيفاش نخدموها؟ اول حاجه سهله نظيفه كيف نقول كلها فرد نيفو خاطر حليناها بالقلقال ضربه واحده كلها فرد نيفو مش بارتي عاليه وبارتي ولا محليها فهمت. وبعد حتى باش نحطوها في المول حاجه سهله ياسر نعمل تاخت نصور هيك ونبعث هيك اكزاكتومون. وانتم زاده في الدار اللي تبعوا فينا اعملوا دي تاخت وصوروا وابعثوا على الباج فيسبوك نتاع الكوجينا. انا توا هذه باش ننقبها بيان سور من الفرشيطه باش ما تنفخليش خاطر باش تسيب فارغه، ولكن تحبوا تبداو متاكدين 100% باش ما تتنفخش البات وقت اللي تسيب. ايه هذه نعرفها انقبها انقبها. لا حاجه اخرى تنجموا تحطوا بابي كويسون كيما هكا فوقها وترزنوها بالفول والا بالحمص ولا حاجه. ما نحبش انا الفي مش مشكل هي ماهيش باش تطلع. وتوا باش دخلها ديريكتومون للفور 180 درجة لمدة 20 دقيقة جوست تحمر مليح وتطيب. فوالا مفيدة جوا في الكوجينة. الوغ احنا عندنا البات نتاعنا قاعدة تيب النواصر قاعدة تيب زادا كيف كيف. من بعد الفاصل باش نشوفوا البريكة الجزيرية ولا هكا بريك تزيري كما تقول مفيده. بريك تزير بريك تزير كما تقول مفيده. كما تقول حميتي كما تقول حميت مفيده الله يرحمها. الله يرحمها. وباش نشوفوا زادا كيف كيف لا سويت نتاع التاخت اللي باش نعملوا لها الكريم فانواز زادا كيف كيف نزينوها من بعد باللي فريز بعد فاصل صغير. مازلتوا بحذنا في الكوجينه دونك الحمطب هذيك مازلت تفور على روحها على روحها. تاش باش نعمل؟ تاش باش نعمل؟ باش نرمي ساعة 4 جرينات فلفل ولا ثلاثة هي مازالها شوية ونخرجوها نحطوها في ال مانيش باش نقي لك الفلفل اليوم. باهي ما يسالش. إي ما يسالش مش لازم تتغشش ما فهمتش. ننقبوه راهو هذيك راهو في حكمك النقبة يسيب الحرورية ويدخل لفاح. فوالا. فوالا هكا. تاش باش نعمل؟ باش نقصوا العظم. بربي شوية جبن. جبن قصو كيما تحبوا ديلي سافور غريير. اي نحط لك جبن ياكل الجبن. اي فوالا اللحم تاعنا فيه ما تحطوش في كعب عظم ولا شايح شايح اوكي باهي سينو باش تشيح. سينو تبلك الورقه تاع الملسوقه. باهي مدام. اوكي هكايا دخلوا بالكدا الفيح نتاعنا. حط لك الزيت انت غزرت الغزره هذيك غزره الزيت. دونك هوني باش نقليوهم. اي اي حط لهم الزيت بالكدا تاع النجمه لو استعملنا الدجاج نتاع كويستو كويستو ايزو 9001 و 22000 هذا اللي طيبنا به اللي طيب به غادي النواصر حطينا النجمه حطينا السكام تبارك الله جبن ديليس مريقلي معناها الماكله تجينا بنينه. باهي توا باش نعملوا انت قويه في السمسه؟ لا ايه خليك تعملها السمسه باش نشوفوا ساعه مع بعضنا كيفاش نعملوا السمسه. ومن بعد الحقيقه باش نخليك خاطر عندي الكريمه نتاعي باش طيبها فمش باش طيبها باش طلعها. ايه انا هاني نورق ساعه اغسل يديا الدنيا كل في غسيل اليدين والنظافه يكذب عليك. حطيت الزيت هايدي. الزيت نتاعك يسخن قاع الكوشة بربي شاعلة الكوشة شاعلة هيا بيه مادامني نقلي تراه خلينا نبداو نشوفوا ساعة كعيبتين وبعد نخليك تكمل. بيه شو تعمل؟ تاخو هكا اي وهكا انا نحسب روحي في الكوجينة الدار تاخو شوية تعملوا هكا تكعبلوا فهمتني
هلا وتبدا هك تك 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 فوالا تعمل المثلث نتاعك وتتبع المثلث فوالا هاكا. وكان عندكم الزايد وما عندكمش وسع البال كيفينا اش تعملوا؟ تنجموا تقصوه بالمقص. حتى انا وسع البال ما عادش بنيتي نحضروهم وبعدك شي نقليوهم. باه خليك مالا تكمل تحضرهم اونتخ تون باش نمشي نجيب الحليب ديليس نتاعي. خليته يبرد شويه لازم يكون بارد. خليته الفوق في الكونجيلاتور لمده ميم با درج وقت الفاصل اكاهو. حاجتي دونك 300 مليلتر من الحليب ديليس فوالا والشكاره الثانيه نتاع فانواز هيا. وهوني نستحق امبول كيما هكا والميكسر اللي هو حاضر زيدا كيف كيف يستنى فيا وباش نخلط تو سامبلومون. نجمو تعملوها راهو في الدار بالفوي تجيكم شاده روحها خير بالميكسر بالباتر بلوتو مش ميكسر. تو سامبلومون الحليب وتوا باش نعطيها او موان 3 دقائق وانا جو في باتر بالكدا بالكدا نخلطهم مليح باش تطلع وحده وحده من الاول بشويه وبعد نمشي ونطلع. فوالا الكريم باتيسير نتاعي حضرت ما تستحقش باش تسيب باش نحطها ديريكتومون في البات اللي طابت وبردت مهم ياسر باش تكون بارده. ريتو كيفاش شاده روحها وين خلطتي مليك؟ انا فريز كملت راه خلي توا كان الفريز باش نكمل نزين التخت نتاعي باللي فريز. وانت انا هاني باش نحط نقلي عاد اما لي قبل نحب ندخل نواصل ملا قص النار على على الزيت نتاعك. ليه والله ما افدو هو خذها نصيحه من عندي يا مفيد ديما ناخذ نصيحه من عندك. خليك ملا تكمل باش تهبط توا النواصر هي كهو على ملا تبعوا معاها هي. انا لي فريز نتاعي نضاف غسلتهم مليح
ليه قول لنا يا مفيد؟ شبيك؟ لازم تكون ميها شوية هكا ولا الصوص. أنا شعمت لها حاجة خاطر مول طون دو تورناج قصير، سقيتها شوية عاود فورتها فهمتها، وتزيد تشربيها المرقة بالكدا باه تجمو تعملوها هكاكا تجي هايلة، وبعدك نجمرها في الكوشة فهمتها. فهمتك. سهلة. نزيد شوية صوص. ما نحكي لكش يا بنيتي الريحة اي والله تشهي. واللي يحب القرفة ينجم يعملها كرشة قرفة فيها فهمت. انت واش تحب عاد؟ نحبها انا الحقيقة برشة قرفة. اي طوم ما نجمش نحط لك القرفة نهار اخر يزي مدلي تدلل عليا. من علاش كون مش ندلل؟ ربي يفضلك. فوالا عامل فيك رمضان بنيتي؟ والله هاني هاني الحمد لله عنا هالكوجينة. الكوجينة تعرف عندي أنا أكثر منه. أنا خاتي تلهيني الكوجينة الحق لعدي الوقت نتلهي ننسى كل شيء نعدي الوقت نقعد بيني وبين روحي واحد يبدأ مركز كان على الكوجينة ينسى كل شيء. ما أحليها التاخت مزيل مزيل الشيء مزيل بنيتي. أنا ما هي توا النواصل مفورة بالكدا باش نزينها ديريكتومون ونحشيها في الكوشة فهمت؟ يلا فازي مانيش بحذاك ما معاك. نعرفك اللي معايا. كانوا قبل النواصل يطيبوها بصل وبطاطا وحمص فهمت. احنا طوالي الاولاد شكلوا الخضره نطيبوها لهم بالخضره. كمل عندي كعبة كيوي كمل حط كمل زين بيهم. قد ايش تقعد تتجمر توا هذيك؟ انا طايبه جيست على العاده تاع التجمير طايبه جيست نخليوها 5 مينوت الفور سخون مقلينا البريكيت ونخرجوا فهمت. الفور نتاعك دونك موان في الميتين؟ في الميتين هو مقبليك قاعد يسخن دونك سخون بالكدا. اي هاد الدجاج هذا ما شبو
كل واحد مركز في هي اختي كنا في دار معلمه ما عندناش حق نتكلموا هاي وخالتي معقلنا ريتا اون سو برون سيريو لا لا انا لازمني تزيين التخت عندي مهم ياسر اي بيه انا قالت لي شويه حشو اغزر اي غدو شامبريك بالعظمه بي حط ساعة هذيك ال سي نحط نقلي تو حط هذيك اي هاني باش نحط باش نحكي لك على قصه حياتي عاد التوبينغ بتاع فانواز فريز بالطبيعه فوالا ديما نجربو قبل فكرني فيها لان ننساها براس والديك خافش هاني معاك الله 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 هذه تبارك الله كانها مشريه فوالا حضرت التخت بتاعي وتوا باش نمشيو نعاونوا ساعة مدام مفيدة باش تحل هكا هو ما قلت لي يدفي ما قلت لي يدفي تفيد أنا ياسر نسمع الكلام راك هكا هو كملها دقيقتين هما نعرف 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 هاني نعاون فيك لا أي حضرت لك الصحن أي اللي باش تقلي فيه وتخرج فيه ولا أنت ديجا محضرة ومرك يا رب يا رب عطفنا ما بنا نخبي هذا في الفريجيدير. سنة نجيب كعبة قارص هنا. خاطر لما ياكلوا البريك كان بالقارص الجماعة. كعبة القارص نتاعك. هذيك قاعدة تتجمر. هذيك دقيقتين. هذيا هاو سخن. سخن برارمي ارمي ارمي. نرمي. ارمي خليك. مازال. طلع مازال. شنو نعمل لك؟ فوالا محوسه الكوجين ترمضان وخايتي والله والله انت خممت في كل شيء الا باش باش تخرج انا مغرفه وفرقيته تنسيت اي والله دي اش قالك صباح تري تري بيان عجبك الصوت هاي ما قلنا ديما يغنيو أبي تعطيني فرشيطة يفضلك ها هكا هذيا حقني رميتها ريت كيفاه يا أخي كل شيء تريونجل تريونجل أي 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 مانيش في مانيش في امتحان ياكلوها راهي في دفتر أنا هذيك مشكلتي حتى في دارنا هكاك لازم تكون قد قد نحبها كي تبدا ناكل بالعين ناكل بالخشم ناكل بكل شيء لازم تكون الريحه البنينه أي. المنظر المزيان كيما كيك اما تيقى ساعات البريكه يا سيور تيقى تتعمل ولا واحد يفقص عظمه تقعد العظمه يهز تيقى اما هكا الاستيس وقت تحط العظمه خاطر انا وليدي يحبوها ورقتي أي. اما ولي وفما شكون يحب ورقه شناخو نحط الورقه وناخو ان فون نقص نحطها من اللوطه مش جني با دو ريسك ما العظمه مبلوله تهلك الوحده البريكه الفوي دو بريك هاي هاي فوالا دونك احنا نكملوا نقليو البريك نتاعنا لازم فريمون يكون لون مزيان دوغي نجمو نشوفو هكا فوالا دوغي بالقدا بالقدا شيخ عليها البريكه تبدا لونها مزيان خليوها يا اخي انت كل يوم تعمل بريك بالعظمه؟ لا لا انا ريت نعمل هدايا اي ولاولادي يحبوا بريكه بالعظمه اي بالحق؟ والله لا 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 واللي عندي واحد في الاولاد مش لازم نسميه خاطر كان يرى ليميسيون باش يعركني ما فماش بريكه بالعظمه والنبي محمد يتغشش برشا برشا ديارك هكا عندك رياض 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 تحية الرياض زعما نكملوا جوست نقليو نخرجوا ونخليوها تتجمر مليح ونتلقاو ها
سي كل شيء طاب بقالنا كان باش نخرجوا زغرت 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 على النواصر زغرت هاي مازي انا باش نحط شويه سكر محاور فوق الطاخت نتاعي هاي خو انا هذه البريكيت نتاعي انا فوالا نخرج النواصر نعاونك ولا سافا لا عيش بنت سافا هايكا اش قولك في الطاخت نتاعي انا مصلي على النبي والله تشهي فرانشمون في نص ساعه اي وباش ناخذ شويه البنانه باش نعديها مع النواصر تخي بيان البن تحب حاجه انت يا سافا سافا البن يعمل 66 كيف وهكا نكونوا عملنا ان منو كامل فيه لونتخي خرجنا من البريك اللي بالعظم وعملنا حاجه بنينه وسهله النواصر البنينه اللي جوست ناقصتها شويه قرفه ما بيناتنا والتخت اللي بالفخويا عملناها اليوم زاد كيف كيف دوها زاد سهله وبنينه كما قلت لي انت نتاع لي باتيسري والله مصلي على النبي سانسيرمون تاكلوا وبشفي وسورتو تتفاعلوا معنا صح على الفيسبوك على انستغرام ابعثوا لنا تصوركم زيد انتم نتاع لي بلا نتاعكم في رمضان احكيوا لنا كيفاش يتعدى عليكم رمضان والدباره والحكايات هذوكم الكل نفرحوا برشا كي تتفاعلوا معنا يا جماعه شهيه طيبه ميرسي مفيده يعيشك باي باي.